مدام ماجدة موظفة مدرسة. أهلا بك. وصفي لي برضو التجربة بتاعت النهاردة. والله أنا مبسوطة جدا والأول مرة أفرح. كنت كل مرة أقول يلا مش مشكلة ما كده كده احنا مضروبين على قفانا، بس المرة دي تتخيليش السعادة اللي أنا فيها بصراحة، وما فيش أي تجاوزات خالص. وبالنسبة للموظفات فعلا هنا قليل، البياعين وستات البيوت كتير جدا، دول هيجوا على الفترة التانية لأن أنا أصلا من بولاق ساكنة هنا، وإن شاء الله هتمشي كويس. تتمني أول حاجة يعملها الرئيس؟ إني بص للناس الغلابة اللي بتشوف اللي بشوفهم أنا بينقوا الصبح الأكل من الزبالة، دي بتأثر فيا جدا جدا، وكل يوم الصبح ألاقيهم للأسف، يا ريت يبصلي. وطبعا الأنابيب والتموين، الناس الفقراء عامة، والموظفين اللي هو زينا اللي انت قادرة طبعا بيه. ممكن أقول أنا عايز ده اللي كان المفروض يحصل من أول الثورة اتعملت، إنه يقضي فعلا على الفساد في من أصغر مؤسسة لأكبر مؤسسة، لأن الفساد هو السبب في كل اللي احنا فيه ده واللي هنكون فيه. وإن ما قضاش على الفساد والفاسدين والمرتشين بجد هنفضل زي ما احنا حتى لو جالنا استغفر الله العظيم ما بين السبب. سارة خريجة ألسن، يعني بقالي سنتين. قوليلي تجربتك النهارده كانت عامله ازاي؟ لا سهله جدا، هنا ما فيش حد، حتى مش شايفه طلبه، مش شايفه بنات، مش شايفه اي حد مننا، مع ان بولاق فيها نسبه تلاميذ كتير جدا، وفيها مدارس ثانوي، مدارس لجامعات كتير، بس انا هنا ما شفتش حد، يعني مش عارفه هو ده بقى عشان احنا جايين بدري ولا ده ايه، مش عارفه بالظبط. ان شاء الله يعني ان شاء الله خير ان شاء الله. يعني شايفة ان في حقوق للمرأة مهدرة، الرئيس اللي جاي لازم يديها لها. نسبة العمالة الشغل، يعني متهيألي ان الرئيس لازم يبص لشغل المرأة اكتر من كده، لازم توفر فرص عمل اكتر من كده متهيألي. يعني انا شو رأيك اول حاجة لازم يعملها ايه؟ الناس الغريبة، يبص للناس الغلابة كتير قوي عندنا هنا في بولاق أبو العلا، كتير كتير نسبة خط الناس اللي تحت خط الفقر أكتر من اللازم في المناطق الشعبية، فأنا من رأيي دي أول حاجة ممكن يبص لها. قوليلي أنت جيتي تنتخبي النهاردة ليه؟ عشان نطمن على البلد. ايه اللي تعبك، ايه اللي مضايقك في البلد دلوقتي؟ الحمد لله رب العالمين، هو بس احنا عايزين يعني ايه الدنيا تبقى احلى. ان شاء الله ان شاء الله. في رايك الرئيس اللي جاي اول حاجه لازم يعملها ايه؟ ربنا يا ربي السنه والقران اللي احنا عايزين يطبق السنه والقران. كتاب الله والسنه اللي احنا عايزينه. ليه في حاجه مضايقاكي في الاخر؟ الحمد لله رب العالمين دلوقتي. الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله في امان وامن بامر الله ان شاء الله. امال اشمعنى بتقولي السنه والقران كده؟ عشان هي دي اللي هي ديت اللي هتقود البلاد والعباد، هي ديت اللي حافظه الدنيا كلها بامر الله ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك عندك ولاد قد ايه؟ الحمد لله بنت وولدي ما شاء الله. فيهم حد بينتخب ولا عمرهم صغير؟ لا في حد بينتخب. جيتي انت وهي؟ لا الولد هيروح لوحده كبير. ما شاء الله ربنا يخليهم يا رب.